السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هنا قاسم قاسم يواصل معكم الثورة. فاير. الرسالة هذه للكلب ولد الكلب، الزبالة ولد الزبلة، كمال الطيف في تحدي صرخ لكل المجرمين، وانت على رأس قائمة المجرمين والقتلة، ولذلك لن تسلم من تونس مهما كان الأمر. اللي كيفك قرعت بوفليجة فقط، الحكم عليهم انك كله تسقي 10 نخلات حتى اللي يكبروا 7 سنين على بعد كيلومتر، البير حطها على بعد كيلومتر واعطيك سطل كل يوم، لازمك تعبي الحوض بالماء لانك حمار وبهيم وزبله وجيفه وتخرمي فيه انت وصفر اللي حاطه المهدي زبالة متاعك في وزارة الداخلية. نعم انا هو قاسم، انا هو اللي كتب سيناريو الثورة، وانا هو اللي طلع ديكراج، وانا هو اللي شكب عليكم نهار 13 في الانقلاب متاعكم بنشر رسالة استقالة الزبلة الاخرى مرجع. عجبكش المعلومات اللي سيبتها انت بالذات في الانترنت توصل القاسم حالا في موريال، يجي مي بروبر زولغريتم اي ما بروبر تكنيك، ونحيت لك سروالك انت وبن علي، ومازال باش ننحيكم سرويك لكم يا عصابة بن علي الكلبة. ما هي تحكم فيكم القبلية والعصبية، انا الدوام تاعكم انا في تونس، يا انتم يا احنا. الرصاص اللي قتل الجنوب واللي قتل الشمال الغربي واللي قتل الاحواز في تونس، تونس ستفأر لابنائها شهيدا شهيدا ابتداء من زهير الاحيوي. حطها في مخك هذية، نحي من راسك باش عصابة بن علي ترجع للبوفوار مرة أخرى، ولو تقوم الحرب في تونس وأنا من سيقودها. فاهم يا مهدي زملاء؟ الحرب اللي تشوفها في الجنوب وتجي من ليبيا، قاسم كتبها اون 2003، خيال ايماجيناسيون. فاهم؟ لانك انت يا سي المهدي جمعه ما عندكش خيال، ما عندكش ايماجيناسيون، تي با ان انجينيور بسيدو تكنيسيان، انت انسان قديم ماكش حر. ماشي تعمل في تمثيليه في البرد وتقول شبيهم ما يخدموش كوم يفو، موش منهم هما، مش سيستيم ديسفونكسيونيل. السيستيم في تونس ديسفونكسيونيل، وانت قديم تحب ترجع القديم، يعني كونتر الشعب التونسي. فاهم؟ ولذلك تو ديجاج. وان بليس دو سا قاعد تحط في الاحرار في الحبوسات لانك ماكش حر، لانك ما عشتش الثوره وما تعرفهاش. جاو بيك المناهض باش تولي وزير اول، جاو بيك العصابه باش تواصل المنظومه القديمه الفاسده الارهابيه. هذا هو المشروع متاعك، ولذلك نقولوا لك تو ديجاج، لست حتما على تونس، وتستقوى بكمال الطيف الزبلة وإلا بالقبيلة متاعك
كيف كيف نو سوم لا كومبا نتاعنا كومبا امور.